حبيبتي؟ ازيك يا طمطومة انتي وكل اصحابي؟ كويسين كويسين خالص. ازيكم يا اصحابنا؟ النهاردة عندنا فيديو جديد وجميل خالص، بس كل اصحابنا اللي بيتفرجوا علينا لازم ينزلوا يضغطوا على الزر الاحمر اللي تحت الفيديو. ليه بقى يا تودا؟ علشان طبعا يشتركوا في قناتنا، قناة العابي الجميلة، وتوصلهم كل فيديوهاتنا اللي بنعملها والعابنا الحلوة اللي هتعجبهم. لا لا يا توتا، هو فيديوهاتنا مش هتوصلهم غير لما يضغطوا على الجرس كمان اللي جنب الزرار الاحمر. اوعى تنسوا يا اصحابي، وما تنسوش طبعا تعملوا لنا لايك 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 للفيديو بتاعنا وتوروا لكل اصحابكم. طبعا طبعا يا اصحابي. يلا بينا نشوف عمو شريف بيعمل ايه. تعالي تعالي نبص عليه. ياه انت مزرجن قوي كده ليه؟ يا ساتر، عاوز يثبت من فوق كمان يا بابا. وانت بقى عرفتي منين يا توتا انه عايز يثبت من فوق؟ ما هو بيتلخلخ خالص. لا شاطره شاطره يا توتا. ايه رايكم بقى يا بنات في اللوحه الحلوه دي؟ دي جميله خالص بقى، شكل البيت يجنن يا بابا. يلا بقى يا عمو شريف، بطني وجعتني، انا جعانه قوي، عايزين نتغدى. احنا لسه عملنا حاجه يا طمطم، لسه ورانا شغل كتير بره البيت. ماشي ماشي يا طمطومه يا حبيب، خلاص يلا 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 يا بنات ندخل، وما اطلع انا بقى بلم العده دي. نشيل معاك يا بابا. ماشي يا حبيبتي، بس ندخل يلا بس نتغدى وبعدين بقى نطلع نلمها على مهلنا. ماشي يا بابا. حاضر. ربنا يخليك يا عمو شريف، انا جعانه خالص. انا بقى هساعدك يا بابا وهعمل لك مساعده جامده قوي مش هتتوقعها خالص. هشيل انا المسامير دي كلها والعده بتاعتك دي كلها ادخلها لك جوه. يا حبيبي انت تعبت قوي النهارده. اما احاول كده اشيل الصندوق ده كبير قوي، في مسامير كتير قوي قوي كمان. احاول ارفعه بقى. يا نهار ابيض، الصندوق وقع. توتا يا توتا، طمطومه تعالي بصي بسرعه، الحقيني 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 يا طمطم. يا خبر يا توتا، وقعت الصندوق. انت وقعتي المسامير دي كلها في الارض؟ ايوه ايوه وقعتها، كنت داخله اشيلها علشان اساعد بابايا، وقعت مني. طب يلا يلا علشان عم شريف ما يجيش يزعق لنا، تعالي نساعد بعض ونشيلها يلا. بس حاسبي حاسبي لحسن تتعوري، خدي بالك. ربنا يستر بقى. ها شهلي شويه يا توتا، حطي معايا. الله، انا اللي احط معاكي؟ انا اللي بحط يا بنتي. الله، ما انا بحط معاكي اهو. طب يلا يلا كمان خدي، انا هحاولك وانت تحطي في الصندوق. حاضر. يا رجلي، اي 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 اي، لحقيني يا دودة. يا رجلي، اي اي اي، ايه اللي حصل؟ انت مش شايفه يا بنتي؟ خبر ابيض يا طمطم، ده حته مسمار كبير دخل في رجليكي. اي اي، لحقيني لحقي ماما. ادي بابا ادي يا طمطم، انا هنادي لبابايا بسرعه حالا، ما تقلقيش، خليكي صاحيه، اوعي تنامي، خليكي معايا يا طمطم. انا ايه يا بنت؟ اوعي يغمى عليكي، روحي ندعي لبابا بسرعه، اجري. حاضر حاضر. يا رجلي يا رجلي، يا رجلي. يا عم شريف الحقوني، حد يجي يشوفني ويلحقني. يا خبر ابيض يا طمطم، ايه اللي جرالك ده يا بنتي؟ بس يا توتا ما تقوليش كده. اهدي يا طمطم، اهدي 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 يا طماطم. بس يا توتا اسكتي ما توتريهاش، بس اهدي اهدي، وانا هشده دلوقتي واطلعه ومش هيبقى في اي حاجه. يا خبر ابيض يا بابا، اوعى تشد المسمار يا بابا، يخش في ايدك. اهدي بس يا توتا، يعني يخش في ايدي ولا اختك تفضل تعيط؟ لا نجيب الدكتور، الدكتور هو اللي يعمل لها المسمار ده. طب بس اهدي بس اهدي اهدي كده، يعني طمطم هتعيش يا بابا؟ يعني انا هموت خلاص يا جماعه ولا ايه؟ تموتي ايه بس؟ اسكتي يا توتا، مفيش حد هيموت ولا حاجه يا بنات، اهدوا اهدوا. طيب هو المسمار شكله كبير فعلا يا جماعه، انا شايف ان انا انادي العلا، انادي العلا، علا هتشد وكله هيبقى تمام. يا بابا يا علا علا علا، انت خايف يا بابا تشد المسمار؟ حرام عليك يا عم شريف. يا نهار ابيض، ايه الدم ده كله؟ اثبتي اثبتي يا طمطم، اثبتي يا ماما. بابا مش عارف يشد المسمار من رجلين طمطم، اتصرفوا بقى. بصراحه يا علا انا قلقان قوي، قلقان قلقان. شديه 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 انت. اسكت اسكت يا شريف، مش عارف تشد حته مسمار صغير. اهدي يا طماطم، اهدي يا حبيبتي. بالراحه. اي 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 اي. برافو عليكي يا ماما، المسمار نزل يا طماطم. خلاص يا طماطم، البسمار نزل الحمد لله. اهدي يا اهدي يا طماطم، روح يا شريف، روح هات لي شاش معقم بسرعه. حاضر يا علا، اتفضلي اتفضلي يا علا. هات هات يا شريف، انت مالك ملبوخ كده ليه؟ والله بصراحه شكل الدم مخوفني قوي يا علا،
انا هستناكي بعيد، هستناكي بعيد. خرابي، روحي يا شريف روح. خلاص يا توتة ما تعيطيش. يا حبيبتي يا طمطم، انت رجلك بصت على الاخر وجابت دم كتير خالص. ده طلع عندك دم كتير قوي يا طمطم. ايوه انا هروح لعمو بتاع الدم اجيب منه شويه مكان اللي وقعه. قومي انت بالسلامه وانا هجيب لك 10 اكياس. شفتي اللي حصل لي؟ قلت لك نستنى عمو شريف يا توتة. ايوه كان عندك حق يا طماطم، انا غلطانه ان انا مسكت الصندوق ووقع مني. خلاص خلاص يا طمطومه يا حبيبتي، تعالي تعالي ما تعيطيش. وجعتني قوي يا طنط علاء، قوي قوي قوي. معلش معلش، انا عارفه ان المسمار اكيد وجعك يا حبيبتي، بس ده دبوس بسيط مش مسمار خالص. ودي كانت لعبتنا النهارده يا اصحابي، اتمنى ان هي تكون عجبتكم. ما تنسوش تكتبوا لنا في التعليقات اكتر شخصيه حبيتوها، وتعملوا لنا شير ولايك للفيديو، وما تنسوش كمان تتفرجوا على كل فيديوهاتنا اللي فاتت هتعجبكم خالص. ولكل اصحابنا اللي بيشوفونا لاول مره، ما تنسوش تضغطوا على زرار الاشتراك الاحمر اللي تحت الفيديو، وكمان تفعلوا علامه الجرس عشان يوصل لكم كل العابنا الجديده اللي بنقدمها لكم كل يوم. واستنونا بكره يا اصحابي مع لعبه جديده وفيديو جديد من قناتكم الجميله، قناه العابي. باي باي يا اصحابي.